بسم الله الرحمن الرحيم. ريجون اخرى من الريجونز بتاعت الهيومن بودي هي اللور ليم. واللور ليم زي اي ريجون كبيرة في بونز ومصل وفاشيا وليجامنت وسكن وجوينز وغيره من محتويات الجنرال اناتومي. البونز اللي بتكون اللور ليم اولهم الهيب بون. الهيب بون او العظمة اللي اسمها دي عظمة مركبة مكونة من ثلاث اجزاء. جزء علوي كبير هي العظمة الكبيرة اللي اسمها الإيليوم او العظمة الحرقوفية، مكانها أبوف قاعدة في اعلى الهيب بون. والجزء السفلي مكون من عظمتين اثنين. العظمة الاولى هي الصغيرة ومتجهة للامام اسمها البيوبس، والعظمة الثانية كبيرة ومتجهة من الخلف اسمها الإسكيوم. إذن الهيب بون ثلاث عظمات. التلات عظام بيتقابلوا مع بعض في كاب شيبد لايك ديبريشن يقع على اللاترال سايد اوف ذا هيب بون اسمه الاسيتابيولم. بين الاسيتابيولم وبين البيوبس وبين الاسكيوم هنجد اوفال شيبد فورامين اسمه اوبتيوريتور فورامين. دي الملامح الاساسية لعظمة الهيب بون. هناخدهم عظمة عظمة نتكلم عنها. فتبتدي دلوقتي بمين؟ بالإيليوم او العظمة الحرقوفية. عظمة الإيليوم اللي هي اكبر جزء من الهيب بون. العظمة ديت الاناتوميكال فيتشرز بتاعتها هنقدر نقسمها الى تلات اقسام. هنقول ان لها اتنين اند من فوق واند من تحت، ولها تلاتة سيرفيسز، واحد من بره واتنين من جوه، ولها اربعة بوردرز. تعالوا نشوف التفاصيل ديت. الاند الاولانية اللي اسمها الابر اند هي كانت في صورة بوردر اسمه ابر بوردر، واسم الشهرة بتاعه ايليا كريست، وكلمة كريست يعني عرف، والعرف يطلق على الاليفيتد ستراكشر اللي قاعد على راس الطيور، فاسمه عرف عظمة الاليوم او عظمة الاليك بون. يبقى الإليا كريست هو الأبر إند، يتميز إنه وايد عريض يمتد بين بروزين اتنين هنتناولهم بعد شوية. الإند التانية الإند الضيقة ديت اسمها اللور إند. اللور إند هي النارو إند، هي الجزء من عظمة الإليوم اللي بتشترك في تكوين الأسيتابيلوم مع البيوبس ومع الإسكيوم. طيب ديت التو إندز. طيب في بعد كده عندي مين؟ في عندي تلاتة سيرفيسز واربعة بوردرز. نبتدي باربعة الاول. الاربعة بوردرز، البوردر الاولاني اسمه انتيريور بوردر. انا ليه قلت على ده هو الانتيريور بوردر؟ انتيريور يعني في الامام، لانه بيقع في نفس الاتجاه اللي عظمة البيوبس بون قاعدة فيه اللي هو الاتجاه الانتيريور. اذا ده اسمه الانتيريور بوردر. الانتيريور بوردر بيبتدي من البروز ده لحد البروز ده. ايه البروزين دول؟ ده بروز من فوق وده بروز من تحت. البروز اللي من فوق ده اسمه anterior superior iliac spine ونتناوله بعد شوية اهو، والبروز اللي من تحت anterior inferior iliac spine. دي من ملامح الانتيريور بوردر. طيب في بوردر تاني اسمه posterior border. البوستيريور بوردر برضو يحمل على سطحه بروزين اتنين، بروز علوي من فوق خلفي اسمه posterior superior iliac spine، وبروز اخر من اسفل هو posterior inferior iliac spine. اذا انا عندي اربعة بوردرز، انا مش شايف منهم الا ثلاثة، شايف الابر بوردر. الله، مش الابر بوردر ده اللي هو كان الابر اند اللي هو اسم الشهرة بتاعه إلا كريست، ادي واحد. البوردر التاني اسمه anterior border اللي عليه اتنين spines. البوردر التالت اسمه posterior border اللي عليه تو سباينز. البوردر الرابع مش باين من المنظر ده، اسمه الميديال بوردر. الميديال بوردر ما يبانش من على هذا السايد، لان هذا السايد هو اللاترال سايد، هو اللاترال سيرفيس. عرفت ازاي انه اللاترال سيرفيس؟ لان اهم مكان يميز هذا السيرفيس هو وجود الاسيتابيولم. اذا الاسيتابيولم هو لاند مارك تشريحيه مهمه جدا بتميز وتقول وتشهد ان هذا السيرفيس هو اللاترال سيرفيس. اذا عكسه هو الميديال سيرفيس اللي من جوه، فمش باين فيه الميديال بوردر. هيبان الميديال بوردر لما اقلب العظمه الناحيه الثانيه. طيب انا كده عندي معظم البوردرز خلصتها والانز خلصتها. السيرفيسز انا بقول في ثلاثه سيرفيسز، في سيرفيس من بره اسمه لاترال سيرفيس،
او جلوتيال سيرفيس اللي هو موجود في الناحيه اللي فيها الاسيتابولوم. هذا السيرفيس يتميز بوجود 3 لاينز على العظم مباشره. اللاين ده لاين عظمي بيرمز الى ان في حاجات ماسكه في هذا المكان. التلاتة لاينز على اللاترال سيرفيس او على الجلوتيال سيرفيس، اول واحد اسمه انفيريور جلوتيال لاين، ده من تحت. هذا الانفيريور جلوتيال لاين هيمتد من الانتيريور انفيريور اليك سباين في الامام وحتى قمه حتى الايبكس لنوتش من على سطح العظمه اسمه جريتر سياتيك نوتش اللي هو السهم بيشاور عليه ده. اللاين ده يسموه انفيريور جلوتيال لاين. اللاين الثاني اللي فوق منه على طول على شكل انفيرتد في، حرف في مقلوبه، يسموه انتيريور جلوتيال لاين. اللاين ده ماشي ازاي؟ هيبتدي من عند الانتيريور سبيريور اليك سباين ويمشي باكوردز موازيا للإليك ريست، الإليك ريست اللي هو الأبر بوردر، حتى تقريبا منتصفه، ثم الديسنت فيرتيكالي ينزل بصورة قائمة وحتى يقابل until it meets the middle of the upper border of greater sciatic nuch. ده اللاين التاني اللي اسمه anterior gluteal line. اللاين التالت اسمه posterior gluteal line، يمتد من حوالي انش ونص او 2 انشز من امام البوستيريور سوبيريور اليك سباين وينزل فيرتيكالي حتى يتقابل مع البوستيريور انفيريور اليك سباين. اذا عندي 3 جلوتيال لاينز، انفيريور جلوتيال لاين وانتيريور جلوتيال لاين وبوستيريور جلوتيال لاين. دي التسميه اللي انا احب اسميها. هناك تسميه اخرى الناس تحب، في بعض من يعني اساتذه التشريح يحبوا يسموا الانفيريور جلوتيال لاين يسموه الانتيريور جلوتيال لاين، ويسموا الانتيريور بوصف وقع في النص ميدل، ويسموا البوستيريور زي ما هو بوستيريور. يبقى انا عندي انتيريور وميدل وبوستيريور، دي تسميه. اما التسميه اللي انا ماشي عليها والاثنين يمشوا والاثنين معتبرين والاثنين معترف بيهم، الانفيريور والانتيريور والبوستيريور جلوتيال لاينز، دول الثلاثه جلوتيال لاينز اللي موجودين على اللاترال سيرفيس من عظمه الالياك بون او عظمه الاليم. يتبقى لي اثنين سيرفيسز من جوه من على الميديال سايد، ويتبقى ايضا كمان الميديال بوردر. طيب ايضا يوجد على اللاترال سيرفيس من عظمه الاليم ومباشره على الالياك كريست يقع سمول بوني بروميننس، يعني بروز عظم صغير، هيسموه إلياك تيوبركل. هنا في فاصل بين السي والتي، إلياك تيوبركل. هذا الإلياك تيوبركل يقع على اللاترال ليب اوف ذا إلياك كريست بعد بيهايند، يعني بيهايند ذا انتيريور سبيريور اليك سباين بحوالي 5 سنتي، يعني 2 انشز. ديت كانت الملامح التشريحيه الاساسيه اللي موجوده على عظمة الإلياك بون من على اللاترال سيرفيس. طيب لما نمسك العظمة ونقلبها وننظر إليها من الميديال سيرفيس، أنا بقول إن السيرفيس ده هو الميديال سيرفيس. طيب إيه هو الدليل إن ده هو الميديال سيرفيس؟ الدليل حاجة بسيطة جدا. إحنا قلنا كان أهم ما يميز وجود اللاترال سيرفيس هو الأسيتابولوم، فإذا غاب الأسيتابولوم فإن هذا ليس هو اللاترال سيرفيس، إذا بالدليل ده الميديال سيرفيس. ليه؟ لأن مفيش عليه أسيتابيلوم في هذه المنطقة. إذا ده الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس عليه حاجتين مهمين جدا. كل الداتا اللي قلناها ورا البوردرز موجودة. البوردرز اللي هم الأنتيريور بوردر والبوستيريور بوردر والسوبيريور أو الأبر بوردر. طيب السيرفيس اللي من ورا هو اللاترال سيرفيس، يبقى السيرفيس ده هو الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس ادي الابر بوردر او الإليك كريست، وده الانتيريور بوردر وده البوستيريور بوردر بالعلامات الموجوده عليهم بالانتيريور سبير اليك سباين والانتيريور انفيريور اليك سباين، ومن ورا البوستيريور سبير اليك سباين والبوستيريور انفيريور اليك سباين. طيب البوردر الثالث الرابع بقى، البوردر الرابع بتاعنا اللي هو اسمه الميديال بوردر اللي بيقع على الميديال سايد، اهو نتتبعه تاني كده من جديد. الميديال بوردر نمشي معاه واحده واحده، ده الميديال بوردر. شوفوا البدايه اهو، ادي الميديال بوردر. بادي منين الميديال بوردر؟ بادي من عند الميديال ليب اوف ذا إليك كريست ونزل فيرتيكالي اهو، وبعدين انتل التاتشز يلمس
الابكس اوف ذا جريتر سايتكنوش ويلف ويمشي مسار حلزوني. هذا المسار الحلزوني هو الجزء الاوسط من الميديال بوردر اللي بيسموه ارك ويت لاين، يسموه ارك ويت لاين. طيب اخيرا هذا الارك ويت لاين يتحد مع البيوبيك بون. يتحد مع ايه في البيوبيك بون؟ مع بروز عظمي خطي اسمه بيكتينيال لاين، اسمه بيكتينيال لاين. اذا الميديال بوردر مكون من ثلاث اجزاء، الجزء الاساسي اللي فوق حتى يصل الى قمه او يلامس الابكس اوف ذا جريتر ساتيك نوتش، الجزء الاوسط هو الحلزوني او الاركويت، اركويت جاي من ارك وارك يعني قوس او الجزء المقوس، اما الجزء الرابع فهو اللي بيمتد مع البيكتينيال لاين اللي هو لاين يقع على عظمه البيوبيك بون ونناقشه بعد كده. اذا ده هو الميديال بوردر. اهميته ايه؟ هذا الميديال بوردر بيقسم الميديال سايد الى جزئين اتنين، يقسم الميديال سيرفيس لجزئين. الجزء الامامي، انا ليه قلت على ده الامامي؟ لانه ناحيه الانتيريور سباين وناحيه الانتيريور بوردر وناحيه البيبك بون. اذا ده الجزء الامامي اسمه الياك فوسا وده الجزء الكبير. اما الجزء الخلفي فاسمه الساكرو الياك سيرفيس اللي هو الجزء ده اللي يقع خلف الميديال بوردر اللي هو كل هذا الجزء اسمه ساكرو الياك، وبعض الكتب تحب تسميه ساكرو بيلفيك سيرفيس. لما نيجي نشوف ده الارك بوت لاين بتاعنا اهوت كل ده، ثم ده البيكتينيال لاين اللي هو نهايه الميديال بوردر. دول الايه كده بالشكل ده خلصنا عظمه الايليام. ندخل بعد كده على عظمه البيوبس او البيوبيك بون وعظمه الايسكيام. طيب اذا رسمنا الهيب بون بهذا الشكل، انا بقول بكل ثقة ان السيرفس ده هو اللاترال سيرفس. ليه عرفت ان هو اللاترال سيرفس؟ ايوة لان في اسلابلم موجود عندي، وفي عندي ثلاثة جلوتية لاين انفيريور وانتيريور وبوستيريور. اذا السيرفس ده هو اللاترال سيرفس. هنا في هذا اللاترال سيرفس من تحت هنجد في الامام، تحت في الامام عظمة البيوبس، وتحت ورا عظمة الاسكيام. ادي من الامام البيوبس وادي من الخلف الاسكيام. هنجد بينهم بين البيوبس والاسكيام والاستابلم هنجد فتحه على اوفال ان شيب اسمها اوبتيوريتور فورامن. البيوبك بون مكونه من ثلاث اجزاء، جزء سميك كثيف دنس اسمه البودي، وطالع منه من فوق ادي البودي، وطالع منه من فوق ريمس ومن تحت ريمس اخر. يبقى بودي واتنين ريماي، ادي ريمس من فوق ودي ريمس من تحت. الريمس دي على عظمه اللي هي البيوبيك بون تبقى سوبيريور بيوبيك ريمس، والريمس اللي من تحت على البيوبيك بون تبقى انفيريور بيوبيك ريمس. البودي اوف ذا بيوبيك بون له ثلاثه سيرفيسز، ثلاثه سيرفيسز. السيرفيس اللي انا شايفه اللي قدامي ده على طول هو الانتيريور سيرفيس، عكسه من الناحيه الثانيه من جوه هو البوستيريور سيرفيس، ثم السيرفيس اللي على الميديال سايد اسمه الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا بيوبس بيعمل ارتكيوليشن مع الميديال سيرفيس اوف ذا بودي اوف بيوبس على الناحيه الثانيه، وبيكون نوع من الجوينتس اسمه سيمفيسز بيوبس، اسمه سيمفيسز بيوبس. ده السوبيريور بيوبيك ريمس اهو، ومن تحت من هنا ده الانفيريور بيوبيك ريمس. البودي اوف بيوبس. طيب نكمل بقى هنا على البودي اوف بيوبس او البيوبيك بون. البيوبيك بون بتلتقي مع الالياك بون، مكان الالتقاء هو جزء يربط الاليوم بالبيوبس، يبقى لما اجي اسميه هسميه اليو بيوبيك لانه يقع عند خط اتصال الاليوم بالبيوبس، يبقى طبيعي يكون اسمه اليو بيوبيك. طب هذا الجزء اللي هو مكان الاتصال كان يقع على سطح راوندد اليفيشن هيسموه امننس. اذا مكان اتصال الاليوم بالبيوبيك بون اعلى سبيرو بيوبيك ريمس هو راوندد اليفيشن اسمه اليو بيوبيك امننس. طيب هناك بعض الداتا الصغيره بنقول ان البودي اوف بيوبس، هنا هذا البودي اوف بيوبس كان الابر بوردر بتاعه كان كريست يسموه ايليا كريست، اللاترال اكستنشن مش هتبان في الرسمه ديت وكان اسمها بيوبيك تيوبركل. يبقى البودي
اوف بيوبس يحمل بيوبيك كريست هو الابر بوردر بتاعه. اللاترال سايد في هذه النقطة هو عبارة عن سموث بروجيكشن بيسموه بيوبيك تيوبركل. العظمة اللي بعد كده في تفصيلات شوية مش هتبان هنا في الرسم عندي، ان السوبيريور بيوبيك ريماس له 3 سيرفيسز و3 بودز، اما الانفيريور بيوبيك ريماس فله 2 سيرفيسز و2 بودز. الرسم مش هتقدر تجيب الحاجات دي كلها. طيب العظمة اللي بعد كده اسمها الإسكيوم. عظمة الإسكيوم اللي هو الجزء الخلفي مكون من 3 اجزاء، جزء دنس سميك اسمه بودي اللي هو ده البودي اوف إسكيوم، يحمل على ظهره يعني يحمل على الباك بتاعه رف إليفيتد اريا يسموها إسكيال تيوبروزيتي، ثم ينزل منه متجها الى الامام ريمس واحد فقط اسمه إسكيال ريمس، هنا ناقصه اتش، اسمه إسكيال ريمس. يبقى هنا عندي 2 ريماي طالعين من البيوبيك بون، سوبيريور وانفيريور بيوبيك ريماي، اما من الإسكيام فهناك ريمس واحد طالع اسمه إسكيال ريمس. طيب الجزء الثالث في تركيبة الإسكيام، احنا قلنا في بودي وفي إسكيال ريمس، هنجد بروز صغير هنا هيسموه إسكيال سباين. الإسكيال ريمس بيتحد مع الانفيريو بيوبيك ريمس وبيكون اسكيو بيوبيك ريمس، ايضا ناقصه هنا ايه؟ ناقصه هنا اتش، اسكيو بيوبيك ريمس بعض الناس بيحبوا يسموه بيوبيك ارش. الجزء الثالث زي ما احنا اتفقنا هنا هيسموه اسكيال سباين. الجزء الثالث من اجزاء الاسكيوم هو بروز مدبب يسموه اسكيال سباين. اذا الاسكيال بون مكونه من 3 اجزاء، جزء سميك اسمه بودي طالع منه اسكيال ريمس اللي بيتحد مع الانفيريو بيوبيك ريمس ويكون اسكيو بيوبيك ريمس او بيوبيك ارش، وجزء مدبب اعلى الاسكيال تيبروزتي اسمه اسكيال سباين. هذا الاسكيال سباين هيفصل تو نوتشز عن بعض، نوتش كبير اهو اسمه جريتر سياتيك نوتش، ونوتش صغير بيسموه ليسر سياتيك نوتش. يبقى ده جريتر سياتيك نوتش وده الليثر سياتيك نوتش، وبينهم يوجد الاسكيال سباين. طيب عظمة الهيب بون بهذا الشكل هي عظمة معقدة. اذا يعني الرسم التشريحي بتاعها لو جينا ننظر اليه من هذا الاتجاه صعب ان احنا يعني ايه صعب ان احنا نرسمه بهذه الطريقة الا اذا تخيلناه في صورة رسومات معروفة للذاكرة. الرسم المعروف للذاكره هو الرسم الهندسي، فانا لو قلت قوس من فوق يمثل الايلا كريست وقوس من تحت يمثل الاسكيو بيوبيك ريمس، ارسم بعد كده رقم 3 ادي رقم 3 اهو هو هيمثل لي الانتيريور بوردر، ادي الانتيريور بوردر، وهرسم من هنا حرف سي من الخلف واعمل رقم 3 ادي رقم 3 تمام. رقم 3 الامامي هو الانتيريور بوردر، رقم 3 الخلفي او السي الخلفيه ديت هي البوستيريور بوردر، والثلاثه اللي بعديه هي الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش وبينهم الاسكيال سباين. طيب اقفل بقيه هذا الشكل من ادي ثلاثه جلوتير لاينز بتوعي، طبعا ده الانتيريور سبيلك سباين وده الانتيريور انفيريور لك سباين، ده الانفيريور جلوتير لاين وده الانتيريور جلوتير لاين وده البوستيريور جلوتير لاين، طبعا بالايه؟ بالمسار بتاعهم المعروف. يتبقى لي الجزء اللي فاضي ده، الجزء اللي فاضي في الاثنين هعمل اوفال شيبد اريا هتمثل لي البودي اوف بيوبس في الامام، وهعمل هنا برضه اوفال شيبد اريا هتمثل اسكيال تيبروزيتي في الخلف. ما ننساش نعمل الاستابلوم كاب شيبد ديبريشن من فوق، وتحت منه هنجد الاوبتيوريتور فورامن. الاستابلوم ده احنا ما تكلمناش عليه في الرسومات اللي قبل كده، لكن بقول ان ده ديبريشن يقع على اللاترال سايد اوف هيب بون، بنقول كاب شيب او سي شيب، اللب بتاعته راكب عليها فيبرو كارتليج اسمه ليبرام اسيتابيولار، اما الفلور بتاعه مقسوم لقسمين اتنين، السنتر بتاع هذا الفلور هو رف اريا
ماسك فيها ليجامنت تربطها في العظمه اللي قاعده هنا اللي اسمها الهيد اوف ذا فيمر. اما البريفري بتاع هذا الفلور فكان جزء ناعم ومكان اتصال عظمه الفيمر واسمه ليونيت سيرفيس. ليونيت جايه من ليونه يعني قمريه او هلاليه تشبه الهلال فبيسموها ليونيت سيرفيس. بين التو اندز اوف هذا الكاب شيب ديبريشن هنجد المنطقه دي منتوشه يعني نوتش اسمه اسيتابيولار نوتش. اذا هذه هي الملامح والتضاريس التشريحيه لعظمه الهيب بون.